في ولاية لمصنعة اصطحبنا كاميرا الأخبار لمشاهدة ما بها من طبيعة الأخوار، فوجدنا فيها خور طابت له حكايات الزمان، ومناظر بديعة أبدعها الرحمن، وجماليات فريدة انفرد بها هذا المكان، وناس حكوا لنا من الذكريات ما تطرب له الآذان. ما لها الصورة حملة انسح مني، شو مني إشارة عن هنيها ويحملونا في ما شوة السح، يحملونا في مواشي كده، ما مواشي يحملونا مني خشب هني وحدة، وخشب وحدة هناك الدار القريب من هناك كده شلها يسح تحمل يتكون ترى متعب يسجل بحرفي ويرد حاضر ويدخل ثاني، ينترس الخور كله ماي، طيور ما طيور، سمك ما سمك. يا ما سفن عليه رست، ومن شتى البضائع حملت، ولوجهتها القادمة أبحرت، وطيور بأسرابها في دفئه حطت، ولرزقها طارت وحلقت، وفيه أشجار القرم زرعت، فأزهت للمكان روعته حين أخضرت. أحيد الخور مرسى لسفن، مرسى لسفن، سفن التي لولاية المصنعة تنزل بضائعها، ثم تعود هنا إذا سفن فيها تصليح أو فيها مثلا تأخير عن السفر تياب لضمانة السفن في هذا الخور. أحيد عن هذا الخور، هذا عما قلت لك، يعني السفن تطرحني ها ويذرون هني في الهواء، ويوم ماشي هو كل واحد سحب سفين تروح دومي ذيك الزمان يرة ماشي بعد هذه، ومن طلع برا أشراع ماشي قوم مكينة ما مكينة بعدها بيرة يطلعونهن ويدخلونهن بيرة في الدرب هاي اللي تشوفها، وهاي مكان له ما غير بر، وادي مني وادي مني. هذا الخور الذي تشاهدونه أصبح مقصدا للقاصدين ومزارا دائما للزائرين، يأتون إليه فرادى وجماعات في كل وقت وحين. وهكذا كما شاهدتم هذا الخور المائي الذي يربط البحر باليابسة في منظر جميل ينشرح له الخاطر ويسر له الناظر. عبد الله بن خلفان الرمضاني، ولاية لمصنعة.